عودة جديدة لكم مشاهدينا، ونتواصل في غبقتنا الرمضانية على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى، ومعنا ضيوف حلوين ونحبهم كلنا كباتن وأيضا لاعبين نفتخر ومثلوا دولة الكويت عبر منتخبنا الوطني، الكابتن يوسف ناصر حياك الله، وأيضا الكابتن طلال فاضل ومدير الكرة في نادي كارما طلال العنيزي، حياكم الله وتقبل طاعتكم. كلامك بخير. وانت بخير. يبي لكم خوش غبقة اليوم الجيمات لاعبين، ويبي لكم أكل أكيد بيعصب علينا مدير نادي كارما على إنه بنخرب عليك بنمتنهم لاعبينا اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكركم على الاستضافة هذه والأجواء الرمضانية الحلوة هذه اللي احنا نفتقدها، في يعني وايد افتقدناها في دولتنا الحبيبه، وان شاء الله انتم يعني تلفزيون الكويت قاعد تعيدون الاجواء الحلوه هذه، وان شاء الله تستمر دائما. اللهم امين. طبعا الجيمات انت بتخربين البرنامج اللي حاطه المدرب حقهم من الحين، فاكيد هو قاعد يطالعنا وقاعد يدغل، خصوصا هو قايل يعني عن الشغلات الحلو ومخرة عنهم، والتدريب عندنا معسكر ان شاء الله بدايه شهر 8، بس هم بيروحون المنتخب عاد الله يعينهم على نبيل المعلول. لا بس برمضان بريك يعني. بريك رمضان ايه يعني بالبيت قاعد ناكل. حاله استثنائيه. لا برمضان الحين بريك عندنا في اسبوعين، عندنا اجازه يعني ورا العيد في اسبوعين، بعدين نبلش مره ثانيه منتخب تاريخ 2/8 نروح منتخب ان شاء الله. ها حلو. بنروح تونس 2/8 ماكو حلو. لازم نحافظ غير عن اي لاعب. حطت لي هذا شلون احافظ؟ سمعنا شيء انه في دخول القفص الذهبي قريبا يعني، فانت لازم بدايه تبلش فيه من الحين. لا القفص الذهبي انا ادري يمكن راح يطلع لي كرش وما اقدر العب كره بعدين. القفص الذهبي انت خايف علشان ما تلعب كره بعدين، ولا خايف علشان القفص الذهبي؟ لا القفص الذهبي هذا كل بحوسه يعني. ايه يعني وين بروح انا بين القفص الذهبي، بس الكره عندي الحين يعني هي مستقبل الحين الكره يعني. بس يقولون قريب يوسف. والله ان شاء الله قريب. متى؟ ما تعرفون ان شاء الله. زين كابتن يوسف بسألك سؤال، دائما الكابتن يوسف ناصر يرفض اللقاءات الاعلاميه او التلفزيونيه بالصحافه وكذا، شو السبب؟ مو سبب، بس ان انا ما احب اطلع باعلام وايد يعني احب اني اتحفظ يعني، ما احب يعني اصرح بشيء قبل المباراه ولا شيء بعد المباراه، انا ما احب كذا، احب اتحفظ يعني ما احب اطلع اعلام وايد. زين وجمهورك اللي يتابعك وناس يحبونك يبون يشوفون اخبارك يتابعونك، حارمهم من الجانب هذا؟ لا بالعكس يعني، في عندي انستغرام في عندي تويتر يعني، اذا يعرفون شيء يدشون يعرفون عادي يعني، وتطلب تلفزيون اقول لهم انا شنو شنو هواياتي ما حبتي يعني. حلو. كابتن طلال احنا سعيدين بتواجدك، وانت صاحب افضل هدف في العالم، اهنيك عليه. شكرا. يعني امانه انت رفعت اسم الكويت فوق، وهدفك مميز، كان مثلك وشرواك دائما احنا نتمنى يكونون في مستوى لاعبينا، وسعيدين ان نبي مزيد من هذه الانجازات على مستوى الكره ان شاء الله، وسعيدين ان الشباب مثلكم هم اللي قاعد يسوون هذه الكره بانجازاتهم وعطاءاتهم لبلدنا الكويت الحبيبه ان شاء الله. يمكن احنا يمكن قاعد نعطي الكويت، يمكن هذا اقل شيء نقدمه حق الكويت، يمكن اغلب الشباب يمكن قاعد يقدمون حق الكويت بس ما عليهم اعلام يمكن، وانت وتلفزيون الكويت وبرنامجكم اشكركم على هالاستضافه هذه، ونتمنى ان يعني كل الشباب يرفعون اسم الكويت كثر ما يقدرون ان شاء الله. حلو. الكابتن طلال يعني في ضيوف قبل هالحلقه كانوا ويانا، الكابتن محمد شراق نوجه له تحيه، ويقول انا عندي الله يعزكم لابتشين اتفائل فيه، انت حطيت هدف عالمي وحلو، تتفائل بشيء ولا داش بالنيه ما تدري مو متوقع ولا؟ لا والله عني النيه كلها عني. اي عني ماشي. حلو. ننتقل الى طلال العنيزي، حياك الله. الله يحييك. منو فيهم هو ملتزم بالتمارين الرياضيه، يوسف ولا طلال؟ حقيقه تبي الصدق؟ ايه هم بالتمرين يجون بس دائما متاخرين. متاخرين خصوصا حال اثنين وياهم بعد واحد ثالث. منو؟ اذوني اذيه سنتين وياهم اذوني. ليه طلال عنده رفيق صديق كل من يشوفه يقول هذا اخوه. حلو. وهو مو اخوه من كثر الشبه اللي بينهم. اسمه عبد الوهاب صلاحات الله يذكره بالخير. فقمت شو اسوي؟ ادق عليه من كثر ما هو رفيقي يدش بيتهم. ادق عليه ولا دش بيتهم روح قعد لي اياه. وطبعا التفاؤل انا اتفائل فيهم بواحد طلال اذا نام مبكر. اذا نام مبكر. اي نام مبكر يعني. دائما يسهر. دوانيه. اي بس زين. نام بكير واصحى بكير. لا ما نام مبكر الا يسهر. يقول يتفاعل فيني اذا نمت مبكر، بس انا الديوانيه اذا بحثني ما اقدر.
دواوين عيال. دواوين. غبقات. كلها دواوين وغبقات. وحلو. تخشش من الكبات. احنا دائما نتواصل معاكم عبر بطولات وايضا سواء على مستوى المحلي او مستوى دولي خليجي او عالمي صح القول. نشوفكم دائما جدية كباتنا، يعني يوسف دائما جد المباراة معصب، يعني شوي متحمس. في بينكم ضحك وغشمرات خلف المباراة، خلف كواليس المباراة بالتمارين، ولا انتم حياتكم صد جدية كذي بالمباراة؟ لا شوف، هي بالمباراة يعني يفرق بالمباراة، انت لما تدش المباراة بس تركز على المباراة، ما تركز برا المباراة، حتى اعصاب يعني رباني يعني رفيجك يقطع لك كلمة يقول لك شيء عادي تطوف، انت هاي مباراة ورا مباراة نضحك ونسولف عادي وانا صار شيء. بس انت كلها زعلان بالمباريات. لا مو زعلان، هذا حماس بالمباراة، يعني انت تبي تفوز وفريق الثاني ضاغط عليك، ايش تسوي انت؟ تقول وزعلان ما تبتسم. يتحلطم وايد. انا كمتابع ترى. حتى بابا الكرة. لا شوف انا انا انا, أنا الملعب ما انطق، صدق هذا صدق. الملعب يعني ما انا جد كذي. ما غشمه، الملعب ما غشمه. عصبي؟ مو عصبي عصبي يعني، بس مرات يعني العب نرفزك شيء يقطع لك كلمة شيء انت تعصب. حلو. وما عب المباراة. حلو. بس ترى ملعب انا غير يعني. حلو. استاذ طلال العنيزي، يعني كمسؤول في نادي كاظمة، شنو يحتاج اللاعب الكويتي في النوادي المحلية؟ يحتاج شيء، ينقصه شيء بصراحة؟ طبعا تتكلم عن اللاعب الكويتي وايد ينقصه اشياء، اغلى ما فيها المنشئ، احنا نفتقد حق هذه الاشياء مثل المنشئات، الاحتراف، فهالاشياء تطور لعبة كرة القدم، فالله يعطيهم العافية، يعني قاعد يقصرون في بيتهم، يقصرون في عملهم عشان حقهم وحق مصلحتهم وحق مصلحة نادي كاظمة، فالله يعطيهم العافية، والله يعطي العافية حق كل اللاعبين يعني، ولا ننسى خصوصا اللاعبين المنتخب، لاعبين المنتخب ما ارتاحوا، خلص يمكن هذه راحتهم الشهر هذا برمضان، وراح يردون بعد رمضان مرة ثانية يدشون معسكر، فهذا هذا وقت راحتهم، وأقول لهم الله يعطيهم العافية. خصوصا طلال ويوسف، أداء شبابنا في أستاذ صالح العنيزي في المستوى المحلي، دوري المحلي الكويتي بشكل عام، بشكل عام الكره الكويتيه صح القول، الدوري الكويتي خلينا نتكلم بواقعيه، احنا دورينا دوري يمكن من اضعف الدوريات بالخليج، للحين ما طورنا لعبه كره القدم، في لاعبين عندنا مواهب، وعندنا مواهب يعني ما شاء الله على مستوى الخليج من افضل المواهب بدوله الكويت، بس احنا شلون نطور هالمواهب هذه؟ لازم تحصل منشأة واحتراف، احنا نفتقد حق المنشأة ونفتقد حق الاحتراف، هذا ابسط شيء بعالم كرة القدم. يمكن بتكلم عن جانب ببتعد شوي عن الرياضة وبركز على الجمهور. ساعات انتوا كلاعبين تعطون من قلبكم للموضوع وتلعبون بجد، لكن الجمهور يحتاج منكم المزيد، ويكون عليكم ضغط من الجمهور نفسه، يطلب منكم كثير من العطاء. انتوا تكونون مسوين اللي عليكم زيادة، بس الجمهور ما يقتنع بهذا العطاء. انتوا شلون قاعدين تواجهون او تطبقون مثلا موازنة في انكم تتقبلون رأي الجمهور وفوق هذا ضغط العمل والتدريب عليه؟ يعني هذه نقطة انا امانة لازم اوصلها للناس عشان تعرف انتوا ايش كثر قاعد تعطون، بس ساعات الواحد بالهدف يعني طماع مثل ما يقول، دائما من كثر حبه لك يبيك الافضل دائما، فاكيد انتم مواجهين هالمشكله. لا شوف، الجمهور يعني الجمهور يعني شنو يبي من اللاعب؟ يبي تفوز، يعني ما يدري هذه كره، يعني يعني شغل يعني كره فوز وخساره، انت تجي المباراه يعني عندك المباراه، انت اليوم مو يومك، يعني ما في لاعب كل مباراه توب يكون صح، في لاعب مباراه تحت مباراه فوق، والجمهور يعني صدق يعني طماع، يعني يبي الفوز، يبي كل لعبه فوز، ثلاث نقاط فوز كذي، نهاية الكرة يعني نقول لكم فوت خسارة، الجمهور يعني ما يتقبل الشغلة هذه، بالعكس احنا يعني انتم كلاعبين متحملين يعني تتحملون هذه ردة الفعل اللي ساعات تكون قوية من الجمهور عليكم كلاعبين؟ اكيد يعني لو احنا يعني يعني ما نتحمل كان الحين ما نلعب كرة. تبونهم واحد تبونهم يعني راضين بشر هالكرة؟ اكيد اكيد راضين. لا بالعكس، اكثر الناس اللي تحمل انتقاد الجمهور يأثر فيه الانتقاد؟ يوسف مع انه هداف، اكثر واحد تحمل انتقاد الجمهور، مع انه ما شاء الله عليه هداف، ما شاء الله عليه قاعد يقول وقاعد يرد عليهم بالمرة، ما شاء الله عليه. لا شوف، اذا سالفه يعني اني اتحمل ما اتحمل، بكيتني فتره ما تحملت صدق، حتى تذكرة كاس العالم اللي طافت ما تحملت،
كنت خلاص يعني ما العب كره وكذي، فقلت راح ابطل وكذي. بس مع ربعي ومع شيخ طلالي يكلمني وهني يكلموني يكلموني، فبالعكس يعني تقبلت وردت يعني رديت احسن من قبل. طلال بالنسبه لك؟ انا اشوف هذا شيء طبيعي، يمكن بكل مجالات، بالرياضه بالفن بكل مجالات، يمكن الجمهور يبي الافضل، هذا حق مشروع حق الجمهور اتوقع، ويمكن الكل لازم يعني يشوف رغبه الجمهور. اكيد الجمهور بيكون طماع، اكيد يبي الافضل. حتى مثلا من ناحيه مسلسلات، الجمهور مثلا اي غلطه ما يعجبه المسلسل ولا يبي الاحسن دائما، ويقول لك العتب على قد المحبه. اي اكيد يعني من كثر ما يحبونكم يعاتبونكم، فانتم المفروض ما تزعلون. وهم في بعض الجمهور تكون اللي روحه رياضيه، اللي يتقبل الفوز والخساره ويتقبل الشيء الزين والمو زين، والبعض يمكن يشرح على اي شيء. طلال تدري شو المشكله؟ المشكله انه يعني احنا كمتابعين نكون خارج المباراه مشاهدين، مو عارفين ظروف اللعبه داخل الملعب غيرها، وظروفك انت كلاعب غير. هذا له تاثير عليك لما تكون انت ما قولت الهجمه هذه، ويكون رد مباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، له تاثير عليك كلاعب انه عتب عليك ومحبه، وممكن يكون في تفاعل حماس يزيد عليه. اكيد، بس يمكن اذا على كلامك هني انت تصر انك تعطي الافضل بالمره الجايه، يعني ان انت اكيد ما ودك تضيع الهجمه ولا ما ودك. ويمكن انا لو بكون بصعد وبقعد مكان الجمهور ولاعب ثاني يضيع الهجمه، هم انا بتشره وبعصب فهذا انا اتوقع انه شيء طبيعي. واللاعب يمكن اللي ما يقدر يتحمل نقد الجمهور هذا اتوقع انه ما راح يقدر يكمل. حلو. صالح الكابتن صالح اكيد له نظره مختلفه، انت اكيد لازم بعد تهدي الموضوع ما بين الجمهور واللاعبين. شوف تحصه احنا نادي كاظمه نادي مو يعتبر جماهيري، احنا اللاعبين اللي قاعد يعني يتعرضون له من جماهير خارج اسوار نادي كاظمه، مثل يعني مثال يوسف اللي قاعد يتعرض له من انتقادات بالمنتخب، طلال كذلك. يعني صار الجمهور الكويتي هذا لاعب نادي انا ما انتقده، تعصب يعني صار تعصب شيء مو طبيعي، خصوصا بالرياضه عندنا. فنتمنى نفتك من هالافه هذه. بالعكس يعني اللاعبين سواء كاظمه سواء الغاتسيه الكويت ال 14 نادي يبون بس شغله واحده، يبون تشجيع. انا مثل ما قلت لك مواهب موجوده والحمد لله، الجمهور الكويتي مو مقصر، متواجد الجمهور الكويتي بكل مكان وكل مباراه، مو مقصر متواجد صح، بس صار في تعصب. هذا اللاعب لاعب نادي يتحيزون حق ما ارضى، مثل لاعب الغاتسيه ينتقد الجمهور العربي بالمنتخب ما يرضون، لاعب الاحرى العربي ينتقد الجمهور الغاتسيه ما يرضون. فالتعصب هذا مو من مصلحه الرياضه الكويتيه ولا من مصلحه المنتخب، فهذا اللي قاعد نعيشه احنا حاليا بالرياض. ويمكن بالفترة الأخيرة الجمهور تصير بينهم مشاكل ويتهاوشون، وتلقين اللاعبين إخوان ولا ما فيهم شيء ويلمون بعض، وهذا يقول حق هذا هارد لك، وهذا يقول حق هذا مبروك، والجمهور هم اللي بينهم مشكلة. أتوقع أن هذه من أساس يعني الرياضة، الروح الرياضية شيء يعني قصدك اللي في أرض المنافسة، اللواعيب نفسهم حبايب رغم التنافس اللي بينهم حبايب، والجمهور هو اللي يصنع التعصب هذا. إيه هي 90 دقيقة تخلص المباراة بفيجي اسلم عليه وبارك له، وهذا شيء الله كاتبه فوز وخساره، بس الجمهور قاعد تصير بينهم مشادات، ونفس الدول اللي برا ونجره وهوشات ومشاكل وايد يعني، وما نتمنى ان نشوفها. اذا انت شلون يعني تكسرون حده هذا شويه العنف اللي يصير ساعات ما بين الجمهور بالعنف الرياضي؟ يعني انتم اكيد عقب انا اشوف ان نهايه المباراه انتم كلاعبين يعني تمسكون بعض، تسولفون مع بعض، تهدون العنف في بعض الحركات اللي يمكن يقولون لا إرادية، اللي تبين مدى الحب والسلام والوحدة الوطنية. لأن أنا قاعد أشوف بالنهاية أنتم في بعض الحركات أنتم قاعد توصلون رسالة أن أنت بالملعب إيه قاعد أتنافس معك، لكن أنت أخوي وحبيبي صديقي، وانا يمكن اطلع من المباراه اي اقعد عندك بالديوانيه او اروح اقعد معك او اكمل تدريب معك. فاكيد يعني من بعض هذه الحركات قاعد احنا توصلنا هالرساله. بالعكس حتى في لعبه يعني بين كاظمه وبين الغاتسيه تهاوشت انا مع رفيجي حيل، اقعد معه بالديوانيه وكل شيء حيل يعني خالد ابراهيم. في المباراه تهاوشت اياه حتى ما اكلنا بالمباراه، صار بيني وبينه شد باللعب وكذي،
أرى المباراة دوانية ضحي بدون جيفة قاعد نلعب ولا كأنه خير ولا كنا كانت المباراة مباراة خير بنشد بيننا عادي ولا كنا الجمهور لا هين قاعد يتهاوش الجمهور قاعد يتهاوشون علينا أو خلاص الجمهور لا هين يتهاوش يعني أنا ما أعرف ولا شيء إحنا دورنا كجهاز إداري مثل هالأمور نحله داخل الملعب حتى لو ما صار حل داخل الملعب ناخذ اللاعب نوديه غرفة الفريق الثاني ينحل تلقاهم دوانية واحدة بس بين جمهور جمهور ما تقدر تحل الموضوع يعني ما هذا متعصب وايد وهذا متعصب وايد فما تقدر تبش فأي هذا دور بين الإعلام يعني هو اللي يهدي بين الجمهورين وأيضا دورك كمسؤول في نادي كاظمير دور اللاعبين أنا يلا أقدر عليهم هذا يلا أقدر عليك ضحكته وأنت سمي ليش ما أدري على أكيد ما كلين الجيمات أنا يعني سمعت إن الزوجة ما شاء الله على الست بيت ولا مثلها نبي باكر نشوف شغلها هني ما تشوفيني بحبان ما تطبخ ما تطبخ لي كلها تخلي أمي تطبخ لي لا والله بس المدام طبيخة ايه المدام طباخة طباخة درجة أولى ايه الله يعينك كابتن الله يعينه هو المشكلة إذا اللاعب تزوج يا إنه يمتن يا إنه يلتزم وكلنا نتمنى إنه تكون طباخة مو زينة وأنت المسؤول بالنهاية والأخير بالأول والأخير أنت المسؤول هذه المشكلة على طاري الأكلات الجميلة واحدة خصوصا في رمضان وأيضا الطباخ الكابتن يوسف ناصر محترف في عجمان دولة الإمارات العربية. شو من الأكلات اللي هناك تميز فيها في إمارة عجمان؟ تتذكر؟ بعجمان؟ إيه نعم. شوف بعجمان أنا يمكن قعدت 6 أشهر كنت أكل بدبي بالإمارات. كلها نودلز بعجمان. بعيدة عجمان مو بعيدة عنك بدبي؟ كلها نودلز ما أدري. كلها شنو؟ كلها نودلز وشوف. قاعد بروحي أنا. شوفه قاعد يتحرش. أي يتحرش الحين عم بقول. قاعد بروحي انا يعني بلوتي فما اقدر بس اكل ماكدونالدز مرات عيش اطلب بروحك تمل حتى يعني في مره من المرات وياني الامارات طبعا اكثر واحد ياكل بالدنيا طلال ما يبين عليه ما يبين عليه سبحان الله اكيد درجه اولى ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني اي مره طلبنا برجر كينج طلب 2 شكل رويال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو يعزمني تمام هو ينافس ما كمل وفتك النقد صغار تتغطى وفيز برجر هني قبل لا تزوج تنتين المدام ما كانت موجوده ما تطبخ لك النقد وفيز برجر ما شاء الله طبعا هذا كله بخليتك قاطع لك الاكل ما في بس قراطيس وكتب اي بس ما شاء الله يعني في ناس كذي انا هالناس اكرههم ما تكذب عليك يعني احسدهم على هذه النعمه بس يقول لك هذه النعمه ترى ما تدوم يعني راح يبين عليه راح يبين عليه اذا بطل رياضه اذا بطل رياضه راح يبين عليه اي راح يبين ما هو الجديد في نادي كاظم الخطه المستقبليه طبعا ولا واحد في نادي كاظمة سواء مشجع سواء مجلس إدارة سواء إحنا جهاز إداري جهاز فني راضي عن نادي كاظمة نادي كاظمة نادي بطولات وإحنا صار لنا 3 سنوات ما حققنا بطولة حلو طبعاً صار ظروف السنة هذه ما نبي نذكرها إن شاء الله نوعد الجماهير في الموسم القادم إنه يكون أفضل الحين قاعد نشتغل على محترفين خلصنا مع المدرب فنتمنى كهم اللاعبين موجودين اول شيء يشدون حيلهم في المنتخب وتجيهم الفرصه ان شاء الله ويلعبون يرفعون اسم الكويت بعدين راح نفكر بالنادي فصاير امورنا دائما مع المحترفين تصير سريه بدايه الموسم حطينا الجدول الزمني اللي وصول المدرب وان شاء الله معسكر راح يكون في القاهره فكل هالامور والدوري السنه هذه راح يبدي متاخر راح يبدي شهر 10 ان شاء الله عندنا وقت طويل ان شاء الله انا كضماوي اليوم أنا قبل كانت طلعوا ويانا ضيوف ويانا عرباوي قلت أنا عرباوي، إذا طلعوا القدساوية قلت أنا قدساوي. إي ما عنده ولا مبين مصاب هذا هو الكويتي. مبين مصاب الكورة. لاعب مميز. زين محمد. في دولتنا الحبيبة الكويت بأي نادي يمثلني حقيقة. أنت كضماوي. كضماوي يعني. اليوم بس. اليوم بس اليوم. أنا كويتية. منتخب. منتخب بس. ولا نادي؟ لا بس أمانة يعني أنا مو متابعة جيدة للكرة بس ناس مثلكم وشرواكم أنا أفتخر بإنجازاتهم يعني أتابع كل شخص مميز ناجح لأن عيالي يتابعون فأنا مضطرة أعرف أساميكم وأعرفكم وأعرف لاعبينكم وأعرف الناس المميزة اللي مثلكم ليش سألتك أنا السؤال؟ إحنا الجنس اللطيف
دائما يشجع نادي كاظم من زمان. واحنا يعني شو نسوي؟ ما ادري بس الغالبيه حتى لما يجون على المدرجات ما عرفتك انا وايد وايد هذا هو الكويتي. صح هذا هو الكويتي والله. شوف انا احب يوسف كاظم، يوسف كابتننا يوسف، وايضا احب بدر المطوع، احب كل لاعب بالكويت طلال احبه والله، كل لاعب مميز حقيقه احبه. لا لا في مقوله حق محمد بقول يقول انا احب كل شخص ناجح. اي والله كل شخص يعني هذا كله يقول لي اياها، يقول لانه يمثلني مثل الكويتي صراحه. فانا احبك يوسف ناصر. هاي مقوله تمثلني حتى انا احبك، انا حبيتك. الله يسلمك. احنا نشكركم حقيقه على تواجدكم معنا. يوسف ناصر يمكن يقول انا ما اطلع وايد، لكن اشكرك انك طلعت ويانا ونتشرف فيك. وايضا طلال كل الشكر لك على تواجدك ويانا، وصالح العنيزي مدير الكره، وان شاء الله نشوف. سؤال اخير تفضل. انت الحين اي ديوانيه بتطلعون منها؟ وين بتروحون؟ اي ديوانيه؟ انا اروح العدان ديوانيه بدر المطوع. خلاص ما راح يتغير. انا لازم تروح ديوانيه بس اخذ الجيمات. هذا كله معي وديها. وبالنسبه لك جنوب السره. جنوب السره اي عيل كان كذي يعني. هني الديوانيه شنو ديوانيتك؟ من ديوانيتك؟ ديوانيه منو؟ بدر الصباح. والنعم والله. والعنيزي بالنسبه لك كابتن؟ انا ديوانيتي معروفه، يا بالنادي يا بالروضه، بنقول لهم تعالوا تعالوا ولا يون شياب، ودائما ودائما يلعبون هذه دامه. ما يلعبون نروح نلعب دامه. احنا ما نلعب دامه. انت تدري ما شاء الله هذه رساله يعني قاعد نستشفها من ضيوفنا، ان ما شاء الله دوله الكويت دوله واحده وشعب واحد ومجتمع واحد، خصوصا لكل يروح حق دواوي اللي كويت بكل المناطق، فهذا شيء جميل. وايضا شكرا مره اخرى لضيوفنا المتواجدين معنا. وننتقل وين يا حصه؟ حق ديوانيه المترو. يلا نروح المترو. ديوانيه المترو.